قامت مؤسسة العربي للتنمية ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قامت بتوزيع 3750 شنطة مواد غذائية تزن 10 كيلوغرام من السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف مراكز محافظة أسيوط. الإجراءات التي قامت بها مؤسسة العربي للتنمية تأتي في إطار دعم التحالف الوطني لمبادرات الدولة ومساهمة منه في تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة المجانية والمدعومة من المؤسسة. جايين نوزع شنطة غذائية على الأسر الأكثر استحقاقاً في إطار خطة المؤسسة السنوية لتوزيع المواد الغذائية على المحافظة. بنخدم في محافظة أسيوط 10 مراكز الأسر الأكثر استحقاقاً عن طريق الجمعيات والمؤسسات اللي بنتعاون معها، بتجيب لنا الحالات وبننزل نوزع عليها، وبنشوف بندرس الحالات ديت أو بناخد دراسة للحالات، بعد التوزيع كمان نشوف الاستحقاق بتاعهم. مستهدفين 3750 أسرة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. احنا نازلين النهاردة في معظم مراكز المحافظة عشان نوصل لأكبر عدد من الحالات اللي هي الأشد احتياجا، واحنا بنختار الحالات دي عن طريق الجمعيات القاعدية اللي في المحافظة، بنختارها وبنوزع عليها البنات، وبننزل برضو نستقصى على الحالات دي نشوفهم فعلا مستحقين ولا لا، وبنقيم بيها الجمعيات بتاعتنا. وبالفعل الحمد لله يعني معظم الحالات اللي احنا اخترناها هي فعلا الحالات الاشد فقرا. حريصين الفتره دي ان الحاجه دي توصل للناس اللي هي الاكثر استحقاقا واصحاب الحاجه دي. يعني هو في تنظيم وفي شغل ما شاء الله، بساعد في تنظيم الدخول والخروج الحالات المستحقه، توزيع الشنط، والعربي كل سنه بينزل هنا عندنا في البلد.